غفرانك يا ربي غفرانك. اللهم يبعدنا عن الحرام والنظر الحرام بجاه الأولياء والصالحين وسائر الأنام. غفرانك يا ربي غفرانك. شايفتك عم تستغفر ربك، ممكن أعرف شو ذنبك؟ يا ربيعة، هي رابع مرة بتوقع عيني على شعراتها، يعني نص شعرة باين غطاها صحت على كتافها. إيه ما بيجوز، والمسكينة ما في مجال تخبيهن مني. سلام قولا من رب رحيم. شعرات مين؟ يعني مين في غيرها بالبيت يا ربيعة؟ وليش هيك تضايقت وانهزيت؟ إيه شو هالشغلة الفظيعة؟ لمحت البنت بكسر الهاء دون قصد، وركبتها مكشوفة عم تسقي مثل البلهاء حوض الورد، وما لا حاسي بهالشوفة. غضيت نظري وقريت سورة التوبة والغافر، خفت هالنظرة تكون محسوبة عند الملائكة.